أنا
سيكون هناك
arrondissement qui era servi lui. Ali fo arrondissement lo che era regionale. Non torna servi dietro. È venuto a Uclé. Si crea, no? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى أننا في زاوية القرآن الشريف الشيخ محمد الشيخ رحمه الله سوف أخاطبه مباشرة بدون ترجمان. رب اشرح لي صدري
ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. وصلى الله على رسوله الشفيع النذير. وبعد، قبل ان اتكلم اود ان ابلغ القطب الرباني الشريف سبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيبه محمد الشيخ حماه الله ان ارفع له تحيه فخامه رئيس دوله العقيد السيبوي، ويهنئه كذلك بحلول المولد النبوي الشريف والاحتفال باسمه في هذا المقام الشريف بحضرته أدامها الله. ويؤكد له جازما أن العهد الذي بينه وبين الضباط الذين يحكمون هذه البلاد يؤكد له أنهم ما زالوا على العهد باقين، والعهد هو أنهم سوف لن يحيدوا عن مصلحة الشعب المالي وعن الدفاع عن حرية مالي وعن كرامة مالي. ويبلغه أن كلما طال دولة مالي واعترى عقبات في طريقهم هو كله في سبب دفاعهم عن حرية مالي وعن كرامة مالي وعن مصلحة مالي. وبهذا المقام يجددون له العهد أنهم باقون على العهد، وهو ما قاله لهم ما داموا على طريق يدافعون فيه عن حرية مالي وعن مصلحة الشعب مالي وعن كرامة مالي فهو معهم، فيجددون له العهد أنهم ما زالوا على ذلك العهد ولن يحيدوا عنه مهما كانت الظروف ومهما كانت التضحيات. ويبلغ القطب الرباني الشريف الشيخ محمد حماه الله أن كل ما يصل إليه المعلومات ويبلغه فليكن في علمه أن المعلومة الحقيقية هي أن العداء الذي يشن اليوم على مالي فرض عليه لم يجلبه الشعب المالي ولم تجلبه قيادة مالي، بل إن هذا الحرب فرض على مالي وعلى جيش مالي وعلى قادة مالي، وأنهم حينما طلبوا ممن كان في أرضنا بحجة الدفاع عنا الرحيل فلم يطلبوا رحيله فقط لكي يطلبوا الرحيل، بل طلبوا رحيله لأنهم لاحظوا وشاهدوا وشاهد الجميع أن من أتى للدفاع عنا أصبح عدوا دسيسا بيننا، وأن ما صرف من إمكانيات ومن ماديات ومن عتاد لو دعم به مالي وجيش مالي لكان الصلح وكانت السلام وكان السلام استمر بيننا ونسينا هذه الخلافات. لكن عندما تبين للقائد ورئيس الدولة فخامة العقيد أسمي بيته أن من بيننا أصبح عدوا لنا وأصبح ضره أكبر من نفعه طلب منه الرحيل، وأراد لجيشنا أن يعتمد على نفسه وأن يخوض المعارك المشرفة دفاعا عن كرامة مالي وعن حرية مالي
وعن مصلحة الشعب المال. إضافة إلى أن كل ما كان بيننا لزعم أنه صديق لنا وهو ينقص حياتنا ويتخذ دولتنا مقرة حدود تأكد لنا أنه ليس في مصلحتنا. وعليه يقول فخامة رئيس الدولة: من يريد مقرة حدود فليذهب ويبحث عنها في دولة أخرى، فإن حليب مقرة مالي سيكون للشعب مالي ويكون لأبناء مالي ويكون لمصلحة مالي. ومن هنا نشب العداء وأصبح العداء مبيناً نراه يمنة ويسرة، لكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الشعب المالي تعمل للحرية ولكرامة صامدين إلى جانب جيشهم الباسل الذي يضحي في جميع المقامات. إذن خلاصة هذه المداخلة الأولى هي أن أبلغ القطب الرباني محمد بن الشيخ حماه الله الرسالة التي أوكلني رئيس الدولة أن أوصلها له فأوصلتها. الآن سأتكلم كوالي ولاية نيويورك بادئ ذي بدء. أحيي فخامة الولي الشريف القطب الرباني محمد بن الشيخ حماه الله وأشكره على أن أعطاني هذه الفرصة أن أتوجه إليه متعززا بوجودي بحضرتي. فالسلام عليكم ورحمة الله. ومن هذا المنبر أيضا أتوجه بالسلام والتحية للضيوف الذين قدموا بكل حدب وصوب من الدول المجاورة وأبعد من ذلك، وأخص بالذكر الحفد الشرفاء حفد الشيخ التجاني الذين جاءوا إلى مقام هذه الزاوية الشريفة والتي نتشرف بوجودنا معهم شرفا إلى شرف إلى جانب هذا القطب الرباني. وأشكر جميع من حضر من الوفود، وإنني أشهد شهادة يقين ولي ثلاث سنوات ليست ثلاثة أشهر، والعكس أن تكون وبعيدا أن تكون ثلاثة أيام. وخلال هذه السنوات الثلاثة أشهد أنني رأيت بأم عيني وبالمنقول على ما يقوم به هذا القطب الرباني في خدمة الدين الإسلامي وفي خدمة الشعب المالي وفي خدمة حرية مالي وكرامة مالي. فلم أرى منه ولم أسمع إلا ما يصب في هذا المجال، ومن هنا أحييه تحية الإكرام. إن عدد الملات ينتظرون طلبا يأتيهم، فلم أجد من هذا الشيخ طلبا أتاني مع أنني كنت أنتظره، لم أجد منه إلا أن يوصيني بأن أقوم بمهامي في خدمة الشعب، شعب الولاية وشعب الدولة. وأنا بدوري أجدد له أنني على العهد الباقي أنني سأبقى عليه، أي في خدمة ولاية نيويورك في خدمة شعبها ومصالحها. ونحمد الله سبحانه وعز وجل أن من علينا بحضور هذا النص بحضرته الذي نطلب من الله سبحانه عز وجل أن يبقيه لنا دخا وعتادا وسلاحا. وسأعطيكم نبذة قليلة وأرجو من شيخي أن يتفهمني لأن المقام عظيم. منذ 43 سنة أخذ والدي في
بيده في أنصر، وأنصر تبلغ 110 كيلومتر من دهم في زيارة لمقابر الرسول. فقال جزاك الله ما ظاهر كلام الشيخ رحمه الله. قلت له ما بالك؟ قال لي هؤلاء تلاميذ الشيخ عبد الله جاءني المستعمر لأن الشيخ أدار الله ورسوله ولم يتبع النصارى ولم يتبع وعليه حقوه بكل الوسائل، لكن يهدى الله أن يرجع الشيخ أمام الله عن طريقه وطريق البغداد. ومن ذلك الوقت وأنا الذين يراهنون على أن يجعل الدين الإسلامي دليلاً
وجعلنا اخوه لا وطن عربي على علمه لا اله الا الله. اصبح هناك من اعداء الله من الارض هناك اعداء الله من الارض يريدنا ان يزرعوا الفتنه بيننا. ويأبى الله الا ان نبقى امه اسلاميه مؤمنه في ضمن ائمتنا وابطالنا. وهنا في اليوم امام هذا الشيخ اطرب غفاني وحفظ الشيخ الله حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Hakato nyini ke bela jelen fe ni wati na kaira aula kafo ambe nyoro ni wati na Hadra TV lajebo ambe nyoro ni wati na wala au bora ka seria munusoro ankara mo munye serfo a serfu sarafa mbuye Haidara ay dakurnya sanuma munusoro ambora kulde la me nyoro fe neni au au ni ne nyoro dugono fo au sigiro la amba o bela jele fo ka o bela jele wala nyamano amba fo we sal er sera sal fana sera nyoro ni wati na ambe na sal inshallah au kana au mabo au ka tele song mandina munto e ko Hadra TV Hadra TV amba o bela jele fo ekip mu mbora pomako e ku kunda nyoroka abe fara alasan alfisan kulibali ka alfisan kulibali bala lasana nambunu bala ani Ibrahim kulibali Mamadou Koulibaly voilà donc ale fana bala Mamadou Koulibaly yani Alfsen Koulibaly et Lassana Nambunu donc aounde bora e Bamako kana aounim siwasa e nimbarasan mambaina e nyoro ni watina amba bela jele foka bela jele wala nyamando amba fawe ka o kanata ambe na salissa inshallah ambe continuer ni baratoye baro barabian de kadam nesan katabla antaka wati
ambe fenchamaira au bela jelena inshallah rabbi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lasana nambuno nyoro dugukono ni wakati na izi munabi 2023 akeneka